مرحبا في الجزء الثاني من جي دي تي. فرحان برشا انه تحضر معنا اليوم العملاقه مدام بنصف مبروك عسامه مرحبا، وليد الهيشري عسامه مرحبا، وفي الجزء الثاني استقبلوا محسن عيفا. حلمك تكون منشط اذاعي والا تلفزي وتعمل فورماسيون بين المونتاج ميكساج والغرافيك والعديد من اختصاصات الملتيميديا مع افضل الاساتذه في الميدان؟ علاش لا؟ مع سنتر مارينا اول مركز متخصص. لمزيد المعلومات اتصلوا بنا على الارقام التاليه. مركز مارينا للتكوين والتطوير الاعلامي، شارع الاستقلال عدد 47 باردو تونس، والا الطريق السياحية شط مريم سوسة. كل عقوان صلي على النبي، الله صلي على النبي. خمسة وخميس مناسبة عيد المحبة يا رب، عيد الحب بقلوبنا، فانه سبيسيال حب مع محسن عيفا استروستار اللي تحبوا تعرفوه كل يوم بالمكشوف. صحيح. الاوراق كل مكشوفه اليوم، ان هما الابراج حسب البلوره اللي باش يعرسوا السنه. برج الجدي، الدلو، الثور والسرطان. شكون برج الجدي لهنا؟ عرس بيرين اللي مش معرسين نحكي. هو 2021، هو 1442 هجري، هو يقابل عيد الحب في برشا، خاصه برج الجدي. جدي في كثرة برشا من الخطاب، في الحب، في تعرف برشا يخدموني معناها باش يجيهم برشا هدايا. قول لهم ما تكبسوش برشا، حاولوا اتلينوا واعرفوا كيفاش تحكوا، كيفاش تكسبوا اصحابكم. باه، برج الدلو، شكون دلو؟ هاي منال على قريب عاد ان شاء الله. هذا منال شعر السنين، معناتها منال السنين، معناتها منال هاك السنين. عاد انت تكونفيرمي لي انا 2021 باش نعرس. هو رقم 11 2020 جاي المسيو رقم 11؟ لا مو دلو، دلو الدلو رقم 11، يقابل مع العام الهجري. معناها فرحتك السناء وفرحة الدلو كل أصحاب الدلو شهر يسرحوا. برج الثور، الثور هو برج ترابي قوي برشا، لكن عنيدي. نقول له يا صاحب الثور، أنت هذه فرصتك، السناء مش تقفز، مش تبدأ عندك فرحة على قريب، لكن ماذا بيك كون إرزين ما تغشش. الثور وجدي ترابي، نحكوا على الترابي، جدي والترابي ديما فاهم عكسيات، لكن السناء عنده فرحة. برج السرطان عنده فرحة إن شاء الله سنين. السرطان هو برج مائي قمري، وبرج القمري هو مش هذوة إسناء في 2021، خاصة في الفترة الصيف قبل الصيف، معناها بين الربيع والصيف، معناها مش ينور ومش يزهر الأيام، معناها النوار مش يطلع ليه يزغرتون. تفادلكوا، تحبوا تفادلكوا، تحب معناتها تمشي بالأمور بالفضايح. أوكي، أنا مستعد للفضايح. إيش بيك يا سرطان؟ إيش بيك؟ لا لحظة، مش نقول لك السرطان إيش بيه؟ انهم اكثر ابراج غداره في الحب. ورينا اربع ابراج غداره في الحب، برج الميزان وبرج الجوزاء. شكون ميزان وشكون جوزاء؟ انا جوزاء. الا شكون ميزان لهنا؟ ما فهمتش، فما جوزاء وام امينه جوزاء، خالتي وامي انا زوج ماهمش غداره. هذه الابراج معناها ابراج. اجي نبداو برج الميزان. برج الميزان هو برج هوائي، ياسر صارت له برشا مشاكل خاصة في الأمور العاطفية وفي الزواج. استنى في 2021 قاعد يفشل، قول له فيق بروحك شوية يا صاحب ميزان، صلح أخطائك، راك مش تخسر كل شيء، حاول استنى في 2020 فرصتك مش تضيعها. برج الجوزاء معناتها ربي يهدي. الجوزاء ياسر عشاق، وكل من يعشق واحدة يسلم في الأخرى. اسمع، أرزن يا صاحب الجوزاء، يا صاحب ياسر أرزن وراها قاعد مش رزين خاصة. ربي وحلي يخلص يخلص بالحاضر. وخاصة اسمع، وخاصة الجوزاء مسكين تلقى أمه تحرحت عليه، تحب تعرس له وهو قاعد يتهرب. بالضبط، يا ودي يقول له برا مش عرس وريد شوي وريد شوي. أكثر برج رومانسي بالنسبة للبنات تحبوا تقول له رومانسي؟ بالله خلينا نسأل، تحبوا نساء رجل رومانسي مادام بنصاف رجل رومانسي يعجبك؟ نساء رومانتيك قلت لك. أكثر أبراج رومانسية برج الحمل وبرج الحوت. برج الحمل هو استناء كان صعيب شوي، لكن حمل مدام درصاف حمل. الحمل هو انسان سياسي ودبلوماسي ويعرف كيفاش يتسير اموره، معناها قاعد في 2021 يبني في بنيه صحيحه، وقاعد يبني بالحب والحنان، وخاصه اعطاه كل الثقه اللي عنده. به بالنسبه لبرج الحوت. الحوت، الحوت هو انسان طيب برشا وما يعدلش، في اوقات تلقاه نرفوزي نقول له نقفش من التخمام. التخمام، لا يا التخمام اثر عليك برشا. يا بحذيك انا بحذيك انا حوت، لا التخمام حوت انت وامينه وليد وامينة حوت. هذا هذا دوك رومانسي، خونا وليد رومانسي
واختنا امينه رومانسيه اين رومانتيك ام رومانسيين هم برج الحوت ياسر يحبوا الطيبه وما يحبوش يكون ينرفزهم كي تجي بالسياسه تغلبهم كي تجي بالقوه تخسرهم عام سنة مش تري فرحه فرحتين فرحه فرحه في حاجه مش تنورك وفرحه مش تلبس حاجه باهيه باهيه البلوره اخويا لا لا ولا لا ولا لا الوقت وقت قاعد يزر باهي البلوره اخويا بعديك تعمل لنا قراءه المدام درصاف 2021 شنو يستنى فيه في دقيقه دقيقه درصاف انت برج نتاعك انت الحمل والحمل هو طيب برشا ديما تميل للمسرح اكثر حاجه والمسرح تعطيه ثقتك وتحس روحك مرتاحه فيه ما تصورش بالك صار ما صارش صار لكن انت جاتك الخنقه جاتك الهلوسه مرت بالهلوسه شوي لكن خرجت منها لاباس علاش هلوست علاش ديما مخنوقين لكن في برجك البلوره يقول لك ضحكتي مره ضحكه في حياتك الضحكه كلفتك برشا دموع في اسبوع برك كل ما نضحك ضحكه بدموع تكلف لي غاليه ربي يقدر الخير لكن برجك اي والله انا اذا لا ما ضحكتش بدموع اما كل ما نضحك ضحكه بدموع تتكلف لي غاليه من بعد لازم ثم خبر ثم صارت لك حاجه يقول لك انت ضحكت ضحكه مره في حياتك والضحكه هذيك كثرت لك برشا دموع الضحكه اللي ضحكتها قبل ما بابا يموت الله يرحمه كنا قاعدين قبل باربع ايام شديته قلت له يجي نصور معاك انت باش مازالك اربع ايام راك باش تموت يجي نعمل معاك تصويره قبل تموت يا اخي هو بابا قام يبكي من الكلام اللي انا قلته وانا نضحك معناها نضحك ما بهالسيليا ما نقصدش معناها ومن بعد التصويره هذيك توا قعدتني لهنا ما نسيتهاش طول حياتي انت عندك ورده في الدار تزرع فيها والورده برك والورده قاعد تسقي فيها اصبر عليها شوي الورده هذه اللي في الدار مش جيب برشا ورد ان شاء الله عندي ورده برك ان شاء الله الورده هي تعرفها الورد. هي بنيتك وربي يفضلها لك ان شاء الله نعملوا طلع لكونا وليد وليد انت برجك باهي برشا خاصة برج اللي دعك انت هو برج الحوت الحوت هو فدال طيب جاتك غسرة ومرض مرضى وخرجت منها لاباس الحمد لله بعدين ثم شخص حب يتحايل عليك ومشى باسمك انت وشوه كل تخل برشا صحافيين فنانين كورجين مشى حب ياخذ برشا فلوس وصارت قضية بالمحكمة البلورة موجودة ولا ما عندكش؟ القاضي في البلورة قاعدة اي حكاية توا ما عندهاش برشا حكاية صحيحة ولا؟ اي فما منها صحيح لكن أنت كنت في لعبت في دربت في جمعية والجمعية هذه في الساحل وصارت اللعبة في قروان أو في بلاصة أخرى وصارت تنابشت بينك وبين شخص وتعدى عليك سب لك حد من عائلتك وتنرفزت ودخلت بعضك صحيح علاش؟ شك نرفوزي برشا عندي نرفوزيا ما في مواقف معينه الحقيقه وقت اللي يلسجي معناها واحد باش يسب لك امك معناها تولي تنفعل من غير ما تشعر وهذا هو اللي صار الحكايه صارت هذاك العام في القروان وصارت مصالحه بيناتنا وساريف يعني معناتها مشاكل في الكره اما ننصحه انا هو غيره ما عادش اللي يتهكم على الناس ويسب اعراض الناس خاطر عيب ما يجيش لكن انت مستقبلك باهي وداخل في الفن عندك موهبه في الفن؟ عندي ها هي موهبتك باهي واصل ما تخافش ما دام منوره معاك زهيتك اليوم يعطيك الصحه محسن عيفه برافو محسن ميرسي تصيد نعمل ترتيحه صغيره مع اخونا سليم تصوروا يمشي سان فالونتان يقول بالتوانسه انهم مثلا ستيل باش نقصوهم بعضنا مناسبة عيد الحب ما عندي من هديل يا لطيف زعما كيفاش يجاوبوا معناتها التوانسه شوفوا خونا سليم بعد شويه راجعين مع دختيل عسلامة ومرحبا بكم اهبطنا اليوم للشارع التونسي طلبنا من المواطنين ان كل واحد يهز تليفون يطلب شريك حياته بما انه عيد الحب قرب يقولوا راه ما عنديش فلوس باش نشري لك كادو ونحب نقصها معاك ما عادش نجموا نكملوا مع بعضنا كيفاش كانت الحكايه تبعونا ما عنديش فلوس في عيد الحب دونك كل حد يمشي في الطريق واني مش مستعده نهدي لك كادو في عيد الحب كل حد يمشي في الطريق من تو تحب تجيب لي انت كادو مثال شما اني لا صار ما عندكم شكون يجيب كادو في صبركم اسمعني اني ديجا ما نحبش ديجا ما عنديش فلوس وخلينا كل حد يمشي في الطريق واصلا ما نحبش ما عنديش فلوس باش نهدي لك كادو في عيد الحب يا اخي وان بلوس لازم كل حد يمشي في الطريق اون فانت كونت معنا ونوصلوا راه شنو قلت لي تلقى الخير تلقى الخير قلت لي جبت بالي الحال درك راه
اسمعني نهار 14 راهو ما تستنيش مني كادو. نستنى منك شاي. شنو ما نستنى منك شاي؟ مش مبرمجة كادو من عندي؟ إيه خاطر ما عنديش فلوس باش نجيب لك كادو. في سخان باش تجيب لي منوك. وانتي باش تعطيني كادو ليه؟ ما عليك. اسمعني خطبني بيلوت بدار وجو وباهي وان بلوس صاي كل حد وفي المكتوب. خطبك بيلوت؟ بيلوت. هكا انت قلت بيلوت؟ ما قلتش بيلوت. بتحبي لغة معاك؟ روفة باش نقول لك توا لو 14 فيفغيي قرب وانا ما عنديش باش ناخذ لك كادو. مش كان نبعدو خيرة؟ انت تحب نبعدو خير جات كادو؟ خاطر ما عنديش باش ناخذ لك انا توا. يا بنتي ربي ما عرفتو وما حسيتش فيه الكادو هذاك انت خير من نرد كادو. اما انت لازمك تهدي لي راهو. عينيا ليك نعطيك عينيا نعطيك روحي بكل اقوى كادو. سان فالونتا قرب وانا ما عنديش فلوس. وانت حتى مرة ما هديت لي كادو. مش مشكل يا بنتي توضعتيش. ليه انا مش مشكل ما نجمش هكاك كل واحد على روحه مادام انا ما عنديش نشري الكادو. ما انت ما لابش اي مادام ما عنديش كل واحد يمشي على روحه مكتوب هذا اش باش نعمل انت حبيتك هكا اي اسمعني ماك تعرف سان فالونتا قرب عاد حبيت نقول لك لي انا ما عنديش فلوس باش نعمل لك كادو كل شيء اش قاولك كان كل واحد يمشي على روحه خاطر ما عنديش فلوس نعمل لك كادو سان فالونتان باهي هكا ها والله نحكي بالرسمي راني نحكي بالرسمي سيريو على الاخر نورين كان تحب جيب لي اما انا ماذا بيك كل واحد يمشي على روحه خاطر سان فالونتان ما كثار اسمعني باي 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 ما عنديش وقت باش نضيعه معاك خليني نحكي مع البيلوت انا بيلوت بتاعك هكا هو في المكتوب وفي المكتوب أنا طوقي أنا قاعد نعمل في شنو؟ أنا طوقي قاعد نعمل في ولا مخي مش فوق أسمعني حتى إني راهو ما عادش عندي وقت راهو باش نحكي معاك ديجا شيرين باش نحكي معاك بصراحة راهو ما عنديش فلوس ماذا بيا كل واحد يمشي على روحه ما نقدرش يعني باش نهدي لك كادو يعني في سان فالونتان لحظة سامحني يا اخي انت عامله كل مره هكا نفس الحكايه كل سان فالونتان تهبل تحلب وجهك ومن بعد ترجع لي تقول لي توحشتك كان تحب تهدي لي انت نقبل ما يسالش لا ما نهديلكش انا مستحقش باش نهديلك ما تستحقش حتى شيء مش عاجبك عليا يعني لازم الكادو يعني لازم كادو نهار 14 ما عنديش كادو كل واحد يمشي على روحه وكاو يا كاو حنا خير بالكادو ولا من غير كادو الاولاد في جميع الحالات جاك بيلوت ولا ما جاكش بيلوت مدام انا مش نهزكم الكلنا ماشيين مع بعضنا لدختي نختاروا دي كادو في ومضه اشهري اشري وتهنى عند دختي اقوى اسباس دو فونت نتاع غرو اي بوتي الكتروميناجي ملتي ميديا و تيليفوني في تونس زيد نحطو لك على ذمتك ان غران شوا اي اون ايكيب كاليفيي ا فوتر سيرفيس تنصحك باش تشري اللي تحب عليه بالضبط دختي تهنى بمناسبة عيد الحب باش نمشيو نعملوا دورة مع بعضنا في دارتي تونيزي باهي فرضا كنهز نحطكم في دارتي تونيزي مثلا كل واحد منكم شنو هي الكادو بمناسبة العيد الحب اللي يختار ان شاء الله انا الحقيقة دللت روحي اما دارتي نحب لي اكسسوار دو شوفو عندهم لي سيشوار عندهم لي بلاك عندهم حاجات يفتقوا غير انا نحب نتقرب بالانسة الفاضلة امينة دونك هديت لها حاجه باتوتو جات كان في دارتي ريت الغوبو باتيسي هذاك بويسون حتى 1300 واط فيه 6 فيتاسات باللي زاكسسوار اللي فيه نجم تعمل كل شيء تنجم تعمل فيه السكري والسليم سومو 259 دينار
براسي ماركه كبيره سويسكوك. سويسكوك هذاك الدورج تونس كامله ما ترقاه كان في دارتي كبير على خاطرك انت شريته من دارتي انا قبلتك اما باش نقبلك امين كيفاش باش نقاوم يرحم والديك يا دارتي كيفاش باش نقاوم يا امين زيد المكي معايا في الدار لازمني قهوه تعدل لي مخي اش عملت انا مشيت لدارتي مول اوف سوس عملت اون تري تري بون افير شريت الماشينه كافي اكسبريسو افيك موسور علي او ما باش نعدل راسي مع زيد المكي في الدار معناتها اللي 119 دينار فقط ميرسي دارتي تقيت لي برومو اللي تنجموا تلقاهم في دارتي بمناسبة إذا الحب تشوفوهم في السيت الجديد وراجعين بمناسبة عيد الحب نفرحوا بكم وندلوكم برشا بروموات نجموا تلقاوهم في دارتي كارفور المرسى ودارتي مول اوف سوس دونك نجم تعدي الكوموند نتاعك على سيت دارتي.ان دونك هكا اسهل على الاخر وبلو براتيك وزيد عندك روميز 10% على كل الريون اللي يخص البتي الكتروميناجي دونك تنجم تختار منه أكثر من 500 برودوي كاملين وارتيكل كاملين واو. أكثر من 500 عليهم رميز 10% دونك هذا فالابل حتى لنهاية شهر فيفري بمناسبة عيد الحب وإن شاء الله يا ربي برشا محبة لكم إن شاء الله يا ربي دونك عندكم أن كادو من عند دارتي كل شهر دونك يوسف كتنجم فوالا يوسف جابت لكم كادو محلى من عند دارتي دونك للفتيات الجميله اليوم عند دارتي فوالا دونك ميرسي دارتي مناسبه عيد الحب وزيد نجموا تدخلوا انتم اللي تفرجوا فينا على السيت دارتي تونيزي فما ان بون داشا قيمه 500 دينار كامله للربح 500 دينار دونك فازي اعملوا جريه ادخلوا للباج فيسبوك دارتي تونيزي وان شاء الله يا ربي موفقين وان شاء الله مع دارتي كل عيد حب وانتم حيين بالخير اشري وتهنى عند دارتي اقوى اسباس دو فونت نتاع غرو اي بوتي الكتروميناجي ملتي ميديا اي تيليفوني في تونس زيد نحطولك على ذمتك ان غران شوا اي اون ايكيب كاليفيي ا فوتر سيرفيس تنصحك باش تشري اللي تحب عليه بالضبط دارتي تهنى الكادوات ما يوفاوش في سبيسيال عيد الحب سبيسيال كادوات وبرشا حب مع مان
زيد الماكياج بالاخضر علاش؟ والله انا دخت فيك الوحده محليك وكا ربي فضلك ميرسي بوكو فاشن ميك اب اللي بمناسبه سان فالنتان تعمل لكم دي زوفر ياسر طياره شوفوا مع بعضنا اذا كنت تحبها اهدي لها مكياج من الاخر بالكل لوفر الاولانيه اللي هي دونك 65 دينار 565 دينار و500 في وسطها 1 2 3 4 5 6 برودويات افيك ان كوفري شوفوا محليها بالحق سي دي كادو ياسر مزيانه لوفر الثانيه اللي هي 81 دينار و500 دونك فيها 1 2 3 4 5 6 وكوفري تساعدوا على كل واحده تعطيها كادو انا نقترح عليك تاخذ لوفر الكبيره بالكل اللي هي هذايا 102 دينار 500 الاولاد اللي قاعدين تتفرجوا علينا تعرفوا اللي اذا كان تبعثوا على انستغرام ولا فيسبوك فاشن ميك اب تصويره الحب نتاعك نحن نختاروا لها لا كوليكسيون اللي تخش عندنا كان بنات اللي قاعدين يجاوبوا دونك تبعث تصويره دونك عزيزه قلبك ونحن نختاروا لها الكولور اللي تخرج عليها في اي حاجه كسوسوا فيزاج ولا فارا بوبيير ولا روج ليفغ ولا اي حاجه حاجه اخرى اللي هي مهمه برشا رد بالك تنسى كادو عيد الحب باي باي يعطيك صحة منول بارك الله فيك منول اسمع شو بعض مشايخنا بالكادوات شنو رايكم نعملوا شطحة جماعية مع بعضنا مع فوشيك باند بدلوا الجو عندنا مدة على فوشيك باند وبعد الإشهار كي باش نرجعوا يا جماعة عن باش نحكيوا على موضوع الساعة هل صحيح أن الحكام التوانسة ياخذوا رشوة وإلا لا البعض يتحدث على أدلة وإحنا باش نكشفوا هذايا في جودي تو راجعين منال فوشيك باند راجعين بعد الإشهار عاستيري شو بحسي الدين يا صغيري وانا حاسس حالي ملكت الكون وما في بالعالم غيري وانا لما بدي امك عاستيري شو بحسي الدين يا في العالم غريب